دلوقتي اللي هي السعودية نفسها هي ما بينهم بقى، المفروض ما يبقاش الدول العربية ما يتدخلوش ما بين بعض، ما يبقاش في تدخل في الشؤون الداخلية. بس يعني الحاجة اللي حصلت اللي هو الشيخ اللي توفى وتميل فيه السعودية، فالقصة بقى هي كلها مش الاختلافات بيها يعني. حضرتك موافق على بترحب بقطع العلاقات؟ اه طبعا، والسفير اتطرد من الدول العربية كلها. لو السعودية خدت إجراء وطردت السفير الإيراني، المفروض العرب من باب الاتحاد بقى، لو فعلا عايزين يتحدوا هم كمان يطردوا السفير الإيراني ويطردوا السفير التركي. هو بالنسبة لرد الفعل المصري أولا دي شيء جميل، بالنسبة للعلاقات ما بين مصر والسعودية على مدى العمر الطويل اللي احنا عايشينه دي شيء متوقع. رد الفعل العربي والتكتل العربي اللي تم بقطع العلاقات ما بين إيران والمملكة العربية السعودية ده شيء احنا نستمر ان هو يكون في أوجه أخرى، زي اللي بيحصل في سوريا، زي اللي بيحصل في لبنان، زي اللي بيحصل في أي حدود في الدول العربية. موضوع القطع قطع ايران ده اتأخر كتير جدا. ده كان المفروض كان حصل من ساعة تدخلها في سوريا بالشكل الكبير دوت، وبقى العلن أو كان الموضوع كان الأمر كان متداري، فالأمر مجرد إن هو تدخل سري. بعد ما أظهر للعالم كوكا كله قطع علاقاته معاه، إنه بقى يدعم نظام قمعي فاشي بيقتل شعبه، ورغم ذلك الدول ما حدش قطع علاقاته معاها، وأهمها دول الخليج طبعا، لأن هي اقتصاديا أقوى إن هي تأثر عليها. اتأخروا جدا إن هم ياخدوا الموقف دوت، ولكن خدوه بعد ما اتأثروا بسوء تصرفاتهم، إن هم يحرقوا السفارة والقنصلية واقتحموها. يعتبر دي دولة جوه الدولة. إيه رأي حضرتك لو غيرنا اسم الشارع بتاع طهران؟ طهران هذا؟ لا، يعني هذه أمور شكلية لا قيمة لها، يعني تغيير الشارع هي طبعا لا قيمة لها، يعني أشياء بسيطة.